السلام عليكم المتتبعين الاوفياء ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده واحوالكم طيبه وتكونوا كدوزوا اوقات زوينه ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نعطيكم بعض العلامات اللي كتدل على ان الرجل مازال كيبغيك ومازال كيفكر فيك. بزاف منكم كيكونوا دازوا من علاقه حب وهديك العلاقه ما كتستمرش لسبب من الاسباب، يعني ما كتنجحش، ما كتوصلش للزواج وما كتستمرش، وكيبقى تساؤلات عند البنت، واش هذاك الراجل باقي كيبغيني؟ واش باقي كيفكر فيا؟ واش نساني؟ واش كاينه شي وحده اخرى في حياته؟ المهم كيكونوا هاد التساؤلات عندك في راسك وما كتلقايش ليهم الجواب. في هذا الفيديو غادي نعطيك بعض العلامات اللي غادي تعاونك باش تعرفي ان هذاك الراجل اللي كنتي انت وياه في علاقه حب باقي كيبغيك وباقي كيفكر فيك. اول حاجه باش تعرفي ان الراجل اللي كنتي كتبغيه وتفارقتي انت وياه انه مازال كيبغيك، هو ملي كتلقايه ديما كيحوم حداك، يعني كيكون ديما في البلايص اللي انتي كتكوني فيهم، كدوري كتلقايه، كتمشي لشي بلاصه مولفه كتمشي ليها وعارف كتكوني فيها كتلقايه فيها، لي كافي مثلا اللي كتمشي ليهم كتلقايه فيهم، لي زاكتيفيتي اللي كتمشي ديريهم في حياتك كتلقاي حتى هو كيمشي لدوك البلايص كيدير فيهم هذوك لي زاكتيفيتي، المحلات اللي كتمشي ليهم كيمشي ليهم، المهم اي بلاصه كيعرفك كتكوني فيها كتلقايه فيها، وكيحاول ديما يبرر لك بانه جال تما على شي غرض ولا هذاك الشيء غير صدفه وبلي راه ماشي هو قصد باش انه يجي لديك البلاصه حيت انت كتكوني فيها. المهم كيحاول يبرر لك بشي طريقه انه داك الشيء جا غير صدفه، ماشي زعما هو قصد يتلاقاك ولا يشوفك. فملي تلقاي الراجل اللي كنتي كتبغيه ديما تيحوم حداك وتيكون في البلايص اللي كتكوني فيهم ماشي مره ماشي جوج، وداك الشيء كيتكرر بشكل كبير، فكوني على يقين انه باقي ما نساكش وكيدير هذاك الشيء صبا باش انه يشوفك، لعل وعسى انك ترجعي انت وياه. علامه اخرى اللي كتبين لك بان الرجل اللي كنتي كتبغيه مازال كيبغيك لغه الجسد، مثلا الا كنتو خدامين في نفس البلاصه ولا كتقراو مع بعضياتكم ولا المهم كاين امكانيه انك تلاقايه وتشوفيه، فلغه الجسد ديالو كتفضحو، يعني يمكن ما غايقولش لك راه باقي كنبغيك ولا راه باقي كنفكر فيك ولا راه باغي نرجع معاك، ولكن الطريقه يعني الحركات ديال الجسد فهذيك في حد ذاتها الا كنتي انت من النوع اللي كتعرفي تقراي لغه الجسد فهي كتفضحو وكتبين لك بانه راه باقي كيبغيك وباقي ما نساكش، حيت لغه الجسد دائما ما كنقدروش نخبيو بها المشاعر ديالنا، حيت اللي معروف ان لغه الجسد ما كنقدروش نسيطروا عليها، ديما كتفضحنا، ممكن اننا ما نهضروش على الحاجه اللي بغينا نعبروا عليها ولكن الجسد ديالنا كيفضحنا وكيعبر عليها قبل ما نكونوا حنا باغيين اننا نعبروا عليها. مثلا داك الراجل اللي كنتي معاه في علاقه يقدر انه ما يقولش لك باقي كنبغيك وباقي كنفكر فيك، ولكن ملي كتكوني حداه كيتوتر كيرتعبك، النظرات ديالو ليك كيبينوا لك كلشي، يعني اللغه ديال الجسد كتبين لك كلشي، كتفضحوا كتفرشوا كيف ما كنقولوا حنايا. فحاولي تركزي غير على الحركات ديال الجسد ديالو، النظرات ديالو، الطريقه باش كيشوف فيك، الابتسامه ديالو، الطريقه باش كيحرك يديه، واش مبين عليه مرتبك، واش مبين عليه مستريسي، واش مبين عليه انه حشمان فرحان. فدائما لغه الجسد راه علامه من العلامات اللي كتاكد لك المشاعر ديال داك الانسان الناحيه ديالك، واش باقي كيبغيك ولا ما كيبغيكش، غير خاصك انت تكوني من النوع اللي كتعرفي لغه الجسد مزيان. من العلامات كذلك اللي كتبين لك بان الراجل اللي كنتي كتبغيه باقي ما نساكش وباقي كيبغيك هو ملي ما كيرتبطش ببنت واحده اخرى، يعني ما كيديرش علاقه واحده اخرى، كتلقايه صافي باقي بوحدو، ما دار لا علاقه لا والو، ما عنده حتى شي بنت في حياته، حيت ما قدرش انه ينساك، فبالتالي ما كيقدرش يدخل في علاقه جديده في حياته. وهاد القضيه ديال واش كاينه بنت في حياته ولا ما كايناش بنت في حياته تقدري تعرفيها من خلال الاصدقاء اللي كيكونوا بيناتكم، يعني غيجيبوا لك الخبيرات واش كاينه شي وحده في حياته واش ما كايناش، كنتو مثلا كتشوفوا ولا كاين في نفس لونطوغاج فراه غادي يبان لك، الا كانت شي وحده في حياته راه غادي يبان لك، ما كانتش شي وحده في حياته راه غادي يبان لك، ولا كذلك عن طريق لي ريزو سوسيو، مثلا الا كان عنده شي تيك توك ولا انستغرام ولا يوتيوب فراه من خلال لي فيديو ديالو ولي ستوري ديالو راه غادي يبان لك واش كاينه شي وحده في حياته ولا ما كاينهش. فبالتالي هذاك الانسان اللي انت كتبغيه عارفي واش انه نساك ولا ما نساكش، وهو الا ما كانتش شي بنت في حياته فكوني على يقين راه باقي كيبغيك وما قدرش انه يدخل في علاقه جديده.
من العلامات كذلك اللي كتبين لك بان الراجل اللي ما بقيتيش انت وياه على علاقه وبغيتي تعرفي واش باقي كيبغيك ولا لا، وهو ملي كيبقى هو على علاقه بالناس اللي دايرين بيك، مثلا صاحبتك كيبقى على اتصال معاه غير باش يجيب منها التبرقيقه باش يعرف عليك، يعني كل شيء، يعني ما كيقطعش العلاقه ديالو مع الناس اللي دايرين بيك واللي حتى هو كيعرفهم عن طريقك انت، مثلا شي اختك، شي صاحبتك، شي جارتك، صديقه، شي بنت خالتك. المهم كيبقى دائما هو على علاقه بهذوك الناس، كيسول فيهم، كيهضر معاهم، غير باش ديما توصلوا الاخبار ديالك انت ويعرف عليك الشاده والفاده. فإلا لقيتي يبقى اون كونتاكت مع هاد الناس اللي دايرين بك اللي غيوصلوا له الخبيرات ديالك، فكوني على يقين انه راه مازال ما نساكش وما قادرش ينساك. من العلامات كذلك اللي كتبين بان هذاك الراجل اللي تفارقتي انت وياه باقي كيبغيك، وملي كيجي شي نهار صافي كيعيا وكيعترف لك بالاخطاء ديالو، يعني تيجي كيقول لك انا فعلا انا راني غلط، انا ما كانش عليا ندير هكاك، ولا انا ما كانش عليا نتصرف بهذيك الطريقه، ولا ما كانش عليا ندير هذاك الغلط. المهم كيجي كيعترف لك بالاغلاط ديالو، كيدير راسو راه باغي يطلب منك السماحه. يقدر ما يقولكش انا راه ما قدرتش ننساك، ولا انا باقي كنبغيك، ولكن على الاقل كيجي كيقول لك راني غلط وما كانش عليا ندير داكشي، بغيت نطلب منك السماحه. هنا كيبقى عاوتاني القرار اللي كنتي واش غادي تسمحي ليه باش غادي يرجع لحياتك، او اللي ما غادي او ما غاديش تسمحي ليه. فمجرد انه جا كيطلب منك السماحه او كيعترف بالاغلاط ديالو، فهذا في حد ذاته دليل على انه راه باقي ما نساكش وباقي كيبغيك. من العلامات كذلك اللي كتبين على ان الراجل اللي كنتي كتبغيه وبغيتي تعرفي واش باقي كيبغيك ولا ما كيبغيكش، وهو ملي كيبقى يتشاور معاك. حيت كاين دابا الناس اللي كيوقع عليهم سوء تفاهم في العلاقه وكيتفارقوا، ولكن ما كتكونش بيناتهم القاطعه، كيقدروا يهضروا مع بعضياتهم كاصدقاء، يعني كيسول فيها كتسول فيه، ولكن صافي العلاقه ديالهم راه حبسات. ولكن انت كتبغي تعرفي واش مازال كيبغيك ولا صافي داك المشاعر سالات. فملي كيكون يعني الراجل في هذه الحاله كيتشاور معاك مازال، وكيبغي ياخذ الراي ديالك، وكيبغيك تنصحيه، وكيبغي يخوي قلبه عليك ملي كيكون عنده شي مشكل، فهاد الشيء كامل راه كيدير غير حيت باقي كيبغيك. يعني راه ماشي كيشوف بانه بالنسبه لي صافي المشاعر ديالو سالات وكيسولك غير كصديقه ولا كانسانه كيرتاح ليها، لا، مادام باقي كيسولك وباقي كيتشاور معاك وباقي كياخذ الاراء ديالك وباقي كيبغي النصائح ديالك وباقي تيبغي يخوى قلبه عليك، فهذا دليل على انه راه باقي كيبغيك كيف الاول ولا اكثر عاد. بالعلامات كذلك اللي كتبين بان الراجل باقي كيبغيك، وهي ملي كيحتفظ بهذيك الهدايا اللي كنتي كتقدمي ليه، يعني ما كيرميهمش او ما كيرجعهمش ليك، وبالاحرى يعني كيحاول انه يبين لك انه باقي محتفظ بهم. مثلا كنتي شاريه ليه شي ساعه كتشوفيه ديما كيلبس هذيك الساعه، كنتي مثلا شاريه ليه شي قميجه ولا شي فيست كتلقايه باقي تيلبس هذاك الفيست، يعني كيبين لك بان دوك الحاجات اللي شريتي ليه راه باقي كيستعملهم او باقي كيلبسهم. المهم راه الهدايا ديالك هما راه باقيين عندي وراه باقي كنستعملهم، فهذا اكبر دليل على انه راه باقي ما نساكش وراه باقي كيبغيك، وعنده الرغبه في انه يرجع معك، وعنده امل بانكم ترجعوا مع بعضياتكم. من العلامات كذلك اللي كتبين على انه باقي ما نساكش ملي كيكون متابعك في وسائل التواصل الاجتماعي، مثلا انتيا كتحطي شي حاجه في انستغرام ولا في تيك توك تلقاي يعني كيتفرج فيك متابعك، او مثلا غير في واتساب يعني كتكوني دايره دوك ستوريات ديالك في واتساب كيبدا يشوف يعني داكشي اللي كتحطي، يعني داك ستاتيو ديالك كيبقى يراقبك، يبان لك بانه راه شاف داكشي اللي حطيتي. فالراجل اللي كيبقى متابعك يعني في لي ريزو سوسيو في وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا دليل على انه راه ما نساكش وباقي كيفكر فيك وباقي باغيك. ومن العلامات كذلك اللي كتبين على انه باقي ما نساكش الغيره، ملي كتشوفي ان داك الراجل باقي كيغير عليك، باقي كتشدو النفس عليك، فهذا دليل على انه راه باقي ما نساكش. وكذلك الغيره ملي كيحاول انه يثير الغيره ديالك انت، يعني الغيره هنا سواء هو كيغير عليك وكيبقى يدخل لك في حياتك واخا ما بقات بيناتكم مثلا حتى حاجه، كيحاول يبين لك بانه ديك الحاجه اللي كدير ما خصهاش دار، او علاش داك اللباس، او علاش مشيتي لديك البلاصه، وانا راه غير خايف عليك، وانا غير قلت لك، وراه انا بالنسبه ليا انا غير حيت باغي لك مصلحتك، وراه ديك الغيره كامله حيت باقي كيبغيك. يعني ملي تشوفيه باقي كيغير عليك وباقي كيبغي يتدخل فيك، فكوني على يقين راه مازال ما نساكش وباقي كيبغيك، وتقدر عاوتاني هو باغي يثير الغيره ديالك انت. اللي كيكون باقي ما نساكش كيحاول انه يخليك انت اللي تغيري عليه، مثلا كيبغي يبين لك راسو
وراه فرحان، راه نشط بلا بيك، بان راه حياته زوينه بلا بيك. تلقاه تيهضر مع شي وحده اخرى، واخا هذيك الوحده راه ما كيبغيها ما والو، غير باش يستفزك ويثير الغيره ديالك انت عليه. المهم كيحاول يدير شي حوايج اللي يخليوك انت تبقاي تغيري عليه. فملي تشوفي الراجل كيدير التصرفات اللي يخليوك انت تغيري عليه، فكوني على يقين انك يدير داكشي بالعاني، حيت باقي كيبغيك وحيت باقي ما نساكش وباغي يخليك تغيري عليه باش انت تولي تجي تهضري معاه. بالتالي هذيك الغيره اللي كيغير الراجل عليك او اللي كيخليك انت تغيري عليه، فاكبر دليل على انه ما نساكش، واكبر دليل على انه ما قدرش يحيدك من باله ومن قلبه وباغي يرجع معاك. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.